سلام الله يا صاحبي يا سود وده ومركز يو مقالك وحرا مقالك أقوى الدعوة اللي أنت نقول جرين هديت أنا ملك وبعد تشارك على صوت وقتي حكاة عصنا سيد عادل بو إن قصة بتكمل إن قطكم أن نكون اسم مكان وحرا هدي أرجوك تني أهدى أو ما سنتع وحدوني يا مقالك ويلكن إن إلى دعوتان وعكشك إن يا جريقان إيرنتي دماتوين قصة وجهة بالحمر مقالك ويلكن أصحابي فيديو عن قرقوي مالا مسكرية غاني أرونو قاي تيك توك كغال غالية جرتو فيديو عن أشهر قرية واني بريا فيديو عن أشهر قرية ولا ليه دربي كسو بودي ولا أرين كان مهم واحا عنده كسو أركي اي ويل كاس مساكينك واح كسو صعود أرونو ويل سيارة جو ويحو كسمي أدر قالي محكمة دالو سارة مردو قرية قان مالا مسكر قوي أدر حماني قماها فيديو قان وحا أصو دوبا مقران السا سي أدي كو قدقو سي أدي قمارك تي كو واني وحكو أصو صعود موغد وحاين ديهي قصو ساري أرونو ويل كان سيارة چوغا وحاكو سمس ويل سيارة چوغا جرت أرونو ويدي اسماع عاسي إددي اسماع عاسي أرون كير آنيقا لك أوكي ويلكن وحكاها الليا ودقني ودريا ويلك ليا قريقان قريقان وويل تيك توكرا كان من داق ليارتا الصوماليات سلمركا عن انت بضن قبيلة لك هلا قريقان معلمي ودن بي ميسه بيشي بنا ودن بي سيوحو السميني حد قدب وكو حد قدب قارك مدى قبيلة الصوماليات يسلوك القارك مدى شخصيات صوماليات يسوى انتا فيرنيو إن بلنا على برضو وحيلا حسين أوجو عاديستي وحيلا كابتن أيوب عاديستي وحيلا نكلي هدار عصو عاديستي سيدا سلم أيوب حدوني يا إن بلشيد الجديد وسامين كويا شو والله نبرتو إن بلنا ويا هاي الشخص إسلام كان قبيلة الصومال يقف هساعات لكن ويل كان هات محوليه سيارة واشتم ويل جو أيوب حد كبي أوكي هدوك واحد قبي سيدوك واحد قبي وقام نعمة واحد وحليه هاي وحوق في والد كيسة هرتها انت بدن رايرتن قبيلة ذاك الشكيان مس السميان كعند الدوينة وحي السميان إن والدين تي عايا قريقان واحد بدن بام عنا مقاليس آدا وتين يسوب عنا ددك واحد قبي أو عنا قفك يستان يستان كمان لكن كل يحصل استعماله إن قفك وحكي لقرم واي إن والد إتا وحيرم وايو صواب باجرتاح واعرتن سمتاي بس حسين مكو حاليو وحيالا أفكيس كسباح واعرتن قف عنا منهم الأسلاء وما حالو إريقان سمتاي بس مركو حناقو شعور تسعيف سبتشو وقران كرتا إديسا لقد دريم كرا إنو يا شخص وحسو عبو لكن ويل بو عاي ويل كو عاي وامعنا وحوصو دارس دا ورقضو ورقدها سودوني مسعد دائم ودوني إن حكمت الله تو قريقان يسوى حاكم مرقبه الله يبو صقرة قبل هذا سمرت بو عايا لكن لكن لما حاك الصعدة نبى معنا جد كيس وطريا قريقان وحاولنا إن كل مقال كويل كان وقت توك رأين ودعوة أمرنا سيدا ويلك أسرع إسكاس وحير لهاد فلك هذا كم وأمرك وهذه ذلك أجوكتو dhibaatada aad ka geysinayso ee qaar ka mid ah muwaadiniinta sharciyaysa ku xad gudbayso adigu sharci ma haysid adigu sharci haysin baad qabilada caaneysa adigu macnaha gurid qof macnaha masuul oo ismarkaana shaqeystay korsaar ku ah waxa sameeyaysa inaad shakhs ku xad gudubto nimba hooyada caaneysa okay hooyadana caaneyso sababta ku caasma garinaysid hadii maanta uu soo qabto محكمه الوركان لو يرادو نينكن مخا والدينتيس كو عاساي نينكن مخا كو افلغاديسا دولار ما غرينيس حتى وحلاي انو سن غرين حتى قفكو عا بيكوز مخا وين كاست دبا لعايا ويلشن غيرتا الصوماليه دا قبيله دا كهلان ما نينك سقف دي كو حد غدبا حتى حلاي اني سن كلي غرينين وحلاي ماركا اورنتي اادو وراكسن تلاحنا ارسيلا شخصي هانتي دا غيرتا الصوماليه دا اسلام كان قبيله دا كشيكيو إن قبيلة عانس كدايا قبيل إن لا عايرون تي مو ناكسنا وارد إن لا عايو يكسد دلانت النفط دي مو ناكسنا وحق روح بضن
aaladan TikTok ah lacag laga sameeyo ee laakiin ma ahan in macna runtii aad qabeelo ku caaso qof ku xad gudmo wanaagsan maanta marka aan fiirno dhalinyarada Soomaalida runtii horumar ka sameeyeen aaladan waxa jira qaar dadna markay magac sameeyeen ganacsi sameysteen ka faa'iideysan waqtigooda ay ugu dacaanin xad gudub qof sameeynin kadib ibnaa ganacsi ay sameysteen ku xilisaniya annagu hadii aynu nahay Soomaali ee sida dunida kale u isticmaalayso runtii way kala beddelan tahay annagu waxaan isticmaalnaa qofka markuu magac sameeyo in qofka walaal isku dhibaateeyo inaa qofku dulanto inaa noqoto qof qaliil u hadlay inaa reer u hadasho in nin xad gudub sameeyo aad taageerto adigoo eegaysa qabiil haatan tusaale baan idin soo qaadanayaa aalad TikTok ah dagaal baa micnaha runtii laga fanaan ka dhex qaraxay fanaaniin aan ilka casab qays iyo sidoo kale fanaaniin aan sharma boy inay isku dhacaan sababteeda waxaa iska lahaa layarta qabiilada ka hadla maanta arkay Griekhaano muuqaalka mise heysta ugu dambeysay ka hadlayo ninkii ilka casab sidoo kale wuxuu isna ka hadliyey showgii ilka casab ninkii sharma boy uu maraykan ku dhigtay gaar ahaan goolka ah wuxuu leeyahay ilka casaan nima soo darsaday nimintu ugu soo darsaday ilka casaan suuntu ugu soo darsanay waddankaas dowlad baa ka jirtaa xadgudub lagama aqaan meel kasta kamera ku xiran haddii la yidhaahdo keen inaa dadkan inaa showgii istamarkaan wiilkan caaqda ka hadal dhaho even ismuu haysaa waxa uu malaynaysaa af xoog leh in maxaa u malaynaysaa wax ka su'aasha meesha Soomaali joogo war wadamadan aad joogtaan horumar daacinaa runtii dalka ay u gaaray meel kasta CCTV waa ku xiran meel kasta sirdoon waddanku maxaa way aad u horeeya marka is ilaaliya haddii micnaha sidan aa ku dhimataanna runtii wax wanaagsan ma aha alla subxaana watacaala wuu la xisaabtamaya waana la weydinayaa cimriga alla subxaana watacaala weydiinsiiy waana la weydinayaa waqtiga sidoo kale ah meelaha cidlada ku beeldaraysa waana la weydinayaa waxaan aaminsanahay cid kastoo maanta qabiil ka sheekaynayso kulli waddo xumaa u dambeynaysa dadkii hadda ka hor inaynigu horreeyay qabiil ka sheekayn jireen sida daahir calaso iyo kuwa la mid ah maanta halkay u dambeysay daahir calaso haye naxaasa sheekh rusheeyo soo qabtay wuxuu dhahay sheekhu waxaan doonayaa inaan qur-aan saarto waxaa lagu yidhi maxaan qur-aankaa saarnaa waxyaalaha atoonays maxaa weeyaan maxaa kugu dhacay baa la yidhi wuxuu yidhi mar kasta guriga qayli baan ka kiciyaa xaaskii baan nacay ilmihii baan ku qayliyaa waxaana micnaha waa sixir dhegaystay buu leeyahy sixir maan haddaad guriga ka dhexba badato oo mar kasta guriga aad joogto oo meel kale aad u bixi karin waxaa qasaba adiga islaantaas ka hor imaanaysaa inuu marka bixi waayo guriga ku dhekaada maxaa keena waa aana qabiil siduu qabiiladu u xadgudbiyey dadka soomaali u caaniyey hadduu buxo wuxuu ka cabsan in la dilo ka cabsanaya marka dhalinyaro waxyaalaha runtii iyo waqti xaadirka aad samaynayseen uu si gaara waliba waxaan ka hadlaya dhalinyarta qabiilada ka hadla soomaalida xukun maada caanada hadda waxbashay liyihin waxaan dhihi lahaa haatu waa dhowtihiin isdaba qabta muuqaalkan intan ayaan saxbeer kusoo gogoynaya hadday tahay markuwaada channelkan aad soo booqatay waxaan ka codsanayaa sida caadadeedba inaad ku soo birto ka mid noqoto kumanaan kun ee ismalkaan ugu xiran haddii aad u joogteen aad ayaa u mahadsantahay.